بسم الله الرحمن الرحيم. إذا شابتر 20 نتورك لاير راح ناخذ الانترنت بروتوكول بهذا اللاير، كيف هذا البروتوكول المهم جدا كيف بيشتغل، وراح ناخذ الانترنت بروتوكول فيرجن 4 وانترنت بروتوكول فيرجن 6. طبعا راح نشوف الانترنت وركينج كيف الكونكشن بيصير مع الاجهزه، لانه احنا باللاير 2 احنا بناخذ فقط قفزه واحده، بينما اذا بدنا من بدل من سنجل هوب، اذا بدي من هوست لهوست مضطر اني انا يكون عندي لاير مختلف تماما يقدم لي فانكشناليتيز مختلفه حتى اصل من جهاز الى جهاز خارج الشبكه. يعني لاير 2 ممكن يخدمني باللوكال ايريا نتورك اذا كنت مجموعه اجهزه في نفس الشبكه، ولكن خارج الشبكه ما راح يامن لي اي اتصال. اذا راح نشوف انه ب داتا لينك لاير، اذا بنشوف هذا المثال يكون عندي opt-to-hop delivery، يعني حتى لو كان عندي أكثر من جهاز. فإذا بنلاحظ بهذا المثال في عندي two switches، في هذا المثال في عندي host مثلا A وعندي host D موصولين two switches، switch رقم واحد و switch رقم two أو three. sorry، آلية التواصل لأنهم نفس الشبكة، لاحظ انه الجهاز من داتا او لاير 2 داتا لينك لاير لفيزيكال لاير وان سنجل هوب للجهاز، يعني لو كان هذا واحد للجهاز رقم 2 اللي هو السويتش، بعدين السويتش وان هوب الى الجهاز رقم 3 اللي هو السويتش 3، واخر هوب الى الجهاز الاخير. انا بستخدم داتا لينك لاير ممكن يخدمني لما اكون داخل الشبكة نفسها، يعني إذا كان عندي سويتش وعندي مجموعة من الأجهزة مربوطين على نفس هذا السويتش ممكن يقدروا يحكوا مع بعض. ممكن يكون في عندي سويتش آخر، لو كان عندي 10 أجهزة هون برضو مجموعة من الأجهزة موجودين مربوطين تو سويتشز هذول مع بعض، بيقدروا هاي الأجهزة تحكي مع بعض، وأي جهاز مربوط على S1 يحكي مع أي جهاز آخر مربوط على S2. أنت لو كانوا على different switches أنت تحكي على نفس الشبكة، يظلوا موجودين هاي الأجهزة موجودين وكأنهم one single local area network or local network. إذن بيخدمني data link layer فقط for hop to hop delivery، single hop delivery، يعني بعد هاي single hop ما له أي تدخل حتى للقفز الثاني والثالث والرابع حتى يصل للجهاز المعني. نعم بيخدمني إذا بكونوا داخل الشبكة نفسها، بقدر الأجهزة بتقدر تتواصل مع بعضها بشكل مباشر، يعني إذا كان داخل اللان بيقدر يتواصلوا مع بعض. لهذا المثال يا ريت ما نخربط إنه هذا بتحكي عن سويتش، خلينا نحكي إنه هذا الجهاز هو سويتش، ولكن إذا كان عندي هذا الجهاز روتر فبكون عندي انترفيس، وهذا الانترفيس ممكن يعطيني لان 1 لان 2 لان 3 الى اخره، فبكون عندي فقط سنجل هوب. طبعا عمليه الدليفري، نعم الروتر بيستخدم، لما نحكي احنا الروتر بيشتغل على لاير اعلى بيخدمني يوصلني اللي هو من جهاز الى جهاز، من هوست الى هوست. طبعا لوحده ما بيقدر، بده كمان اللاير الاقل منه اللي هو الداتا لينك لاير اللي يعطيه من مرحلة إلى مرحلة حتى تصل إلى الجهة المقابلة. فأنا حتى أصل من جهاز إلى جهاز يكون عملية الاتصال، أنا بحاجة إلى لاير أعلى. بهاي المرحلة راح تكون عندي الاتصال من host إلى host. باللاير اللي هو network layer بيخدمني أني أصل من host إلى host. الداتا لينك لاير راح يعطيني فقط single hop حتى أصل مثلا للجهاز اللي بدي إياه، الديستنيشن اللي موجود على سبيل المثال بهاي اللان، او سنجل هوب حتى يصل الى جهاز بي. اذا بيخدمني الداتا لينك لاير بالتواصل باللوكال اير نتورك، ولكن اذا بدي اطلع برا اللوكال اير نتورك انا بحاجه الى لاير اعلى في فانكشناليتيز مختلفه، في بروتوكولات مختلفه، مجموعه من البروتوكولز ممكن تساعدني حتى اصل، أو إن الأجهزة اللي موجودة بشبكات مختلفة وبعيدة عن بعض بتقدر تتواصل مع بعض. راح نشوف آلية عمل هذا البروتوكول وحتى الأدرسز اللي بيستخدمها، يعني الداتا لينك لاير هو
هو بيستخدم الماك ادرس او الفيزيكال ادرس، والنتورك لاير بيستخدم اللوجيكال ادرس اللي هو بين قوسين الاي بي ادرس. نعم انا بنتقل من لاير الى لاير لان كل لاير فيه فانكشنز او بروتوكولات مختلفه عن الاخر ولكن بيخدموا بعض. يعني من هوست لهوست انا ما بقدر اصل بشكل مباشر من غير الخدمات اللي بقدمها او السيرفيسز اللي بقدمها اللاير الاقل منه اللي هو الداتا لينك لاير. اريد نتخيلها كمسافر، ممكن شخص موجود في بلد ما على سبيل المثال بده يسافر الى بلد بعيده، ممكن يستخدم اكثر من وسيله نقل حتى يصل الى الديستنيشن. يعني ممكن يستخدم الباص، ممكن يستخدم القطار، ممكن يستخدم الطائره، ويستخدم خلينا نحكي ديفرنت وسائل نقل حتى يصل الى الجهه المقابله. فكل وسيله نقل، يعني اذا استخدم القطار، القطار راح يوصله من محطه الى محطه، اذا استخدم الباص، الباص نعم بيوصله من محطه الى محطه، واذا استخدم الطائره، الطائره وان سنجل هوب راح يستخدم سواء كانت المسافه قريبه او المسافه بعيده هو سنجل هوب. خلينا نحكي يعني المطار من مطار A الى مطار B. هذا المسافر راح يصل من بيته الى مثلا فندق معين في مكان ما في بلد ما على سبيل المثال، اذا راح يكون في تواصل اللي هو من هوست لهوست، ولكن من غير الباص والقطار والطائره مش راح يصل الى الديستنيشن. اذا انا بستخدم لاير اخر حتى يوصلني من جهاز الى جهاز اخر. وقبل ما انسى، الاتصال دائما وابدا بيكون عندي نوعين. يعني في حال يكون عندك هذا الجيت واي، هذا الروتر، وعندك مجموعه من الاجهزه، هذا الروتر على سبيل المثال مشبوك عليه اكثر من سويتش S1 وS2 على سبيل المثال، مجموعه من الاجهزه. الاجهزه داخل هاي الشبكه بيقدروا يتواصلوا مع بعض بشكل مباشر، وبكون هذا الاتصال لوكالي، وكانه هاي عباره عن نتورك واحد بغض النظر اذا كانوا مشبوكين على ديفرنت سويتشز، ولكن هم بيكونوا على نفس الشبكه. الان اذا بدي يطلع، اذا الاتصال بنسميه هذا اتصال محلي، اذا كان الاتصال الموجود عندي لجهاز خارج الشبكه، يعني هذا R1 وهذا R2، اذا انا في هاي الحاله بحاجه الى لاير مختلف اللي هو مثلا خلينا نحكي لاير 3 حتى اقدر اصل من جهاز، خلينا نحكي هذا الجهاز A، ممكن يكون هذا الجهاز هاي الشبكة 2، الجهاز الموجود عندي هون جهاز A، وجهاز موجود بالجهة المقابلة خلينا نسميه جهاز B. جهاز C، إذا C بده يحكي مع B احنا بنحكي عن شبكة محلية، ولكن إذا C بده يحكي مع A إذا هذا الاتصال مش لوكالي، هذا الاتصال خلينا نحكي جلوبالي، إنه لازم يخرج من خلال الانترفيس الموجود عندي اللي هو R1 يصل إلى R2 يوجه هاي الرسالة إلى جهاز موجود من ضمن أو جهاز موجود على هذا الانترفيس على هاي الشبكة. اتصال نوعين، لوكال أو جلوبال، محلي أو خارج، يعني يا إما دارك أو اندارك. دارك بيكون على نفس الشبكة، اندارك بيكون خارج الشبكة. الاتصال الدارك بيكون من الجهاز نفسه مباشر إلى الجهاز الآخر، وإذا ما كان عندي بنفس الشبكة، طبعاً في آليات كثيرة إنه يعرف الجهاز إنه أنت موجود على نفس الشبكة أو على شبكة أخرى، من خلال الـ IP address ومن خلال الـ subnet mask تقدر تعرف إنه أنت بتحكي مع جهاز هو من نفس الشبكة اللي أنت فيها، أو إنه أنت بتحكي مع جهاز خارج الشبكة. إذا كنت من نفس الشبكة بنسميه direct، تقدر تتصل معه، وإذا كان خارج الشبكة بدك تبعث كل الترافيك للـ gateway، والـ gateway هو بتصرف لأنه عنده routing table حتى يوصل هاي رسالة للديستنيشن. إذا خارج الشبكة أنت بحاجة إلى لاير، هذا اللاير اللي هو عندي النتورك لاير أو اللاير 3. ما تقدر تستغني عن اللاير الأقل منه لأنه هو بيخدمك حتى تصل من هوب إلى هوب حتى تصل للديستنيشن. عملية التوجيه في هذا اللاير بتصير كالتالي، سواء كان سورس أو ديستنيشن أو روترز، إذا أنت بتحكي عنه أو عن مستوى اللي هو نتورك لاير، طبعا النتورك لاير موجود بالجهاز المرسل لانك بتحكي عن جهاز، والجهاز الديفايس العادي اللي هو الكمبيوتر الورك ستيشن اللابتوب بيستخدم اللي هو السيفن لاير، بيستخدم الابلكيشن لاير الى فيزيكال لاير، من ضمنهم راح يكون عنده النتورك لاير. الروتر بيستخدم لاير 3، السويتش بيستخدم لاير 2، الهاب خلينا نحكي بيستخدم فقط الفيزيكال لاير.
إذن الديستنيشن أيضا هو جهاز عادي، ممكن يكون لابتوب أو موبايل، يستخدم برضو إيش السبن لاير. نتورك لاير أو لاير 3، إذا جتني الداتا من لاير أعلى على سبيل المثال، لاير 3 أو نتورك لاير، في عندي مجموعة من العمليات. أحد هاي العمليات عملية التوجيه. إذا بنلاحظ في عندي شيء اسمه روتينج تيبل، فيها مجموعة من العمليات أو القيم، خلينا نحكي سوري، مجموعة من السطور. هاي السطور لها معاني كثيرة. في عندي بروسيسنج، هذا البروسيس بده يعمل كونسلتيشن لهذا التيبل، انه وصلني هذا نحكي سيجمنت، بدي اضيف عليها الداتا. السيجمنت هاي رايحه على جهاز معين، الاي من خلال الاي بي ادرس، الديستنيشن اي بي ادرس، بدي اشوف الطريق اللي حتى اصل فيها الى الديستنيشن. اذا راح اضيف عليها هيدر، اضيف عليها كل المعلومات اللي انا بحاجه لها، واعطيها للداتا لينك لاير. طبعا هاي معلومات مهمه بتوصلك الى ايش الديستنيشن. هذا في حاله السورس. السورس دائما وابدا ممكن انت تشيك على جهازك، وبكمان بسيط جدا تقدر تستعرض الروتينج تيبل. بس ما دام انه جهاز، ودائما هذا الجهاز بيكون في شبكه محليه، انت دايركت موصول على الجيت واي، فبتلاقي روتينج تيبل بتكون فيري سمبل، بتكون على جهازك. بينما على الروتر، على الروتر التيبل راح تكون عندك مختلفه، وحسب طبيعه الروتر. اذا كان روتر لشركه كبيره او روتر لاي اس بي انترنت سيرفيس بروفايدر، عدد السطور والمعلومات الموجوده فيه راح تكون اكبر بكثير من التيبل الموجوده عندك على الجهاز، لانه مره ثانيه انت مشبوك دايركت مع الجيت واي. فانت اذا بدك تكون خارج الشبكه فقط، عمليه الدليفري بتكون للجيت واي، والجيت واي برضه بوجهها حتى تصل للديستنيشن. الديستنيشن الداتا بتكون داتا لينك لاير، اوكي، بيعمل عمليه بروسيس حتى يطلعها لللاير الاعلى منه، وبعدين حتى تصل للابلكيشن لاير. الان بتوين ممكن يكون عندي روتر، هذا الروتر اذا بنلاحظ ان اند اوت، الروتر ده انه افضل يكون عليه اكثر من انترفيس. فاذا جتني الداتا على انترفيس معين، اذا من اللينك لاير الى اللاير الاعلى منه اللي هو النتورك لاير. عملية الانكابسوليشن او ديكابسوليشن، بفتح الفريم، بطلع الباكت، بشوف هذا الباكت والمعلومات الموجودة على هذا الباكت، واهم شيء اللي هو الهيدر. في عندي عمليات على هذا الباكت. برضو الروتر في عندي ايش؟ روتينج تيبل. هاي روتينج تيبل مختلفة عن السورس وعن الديستنيشن. حتى يوصل هاي الرسالة او هذا الباكت للديستنيشن، في عنده معلومات يستخدم الروتينج تيبل حتى يوجه طبعا هاي الرسالة حتى تصل للديستنيشن. راح يضيف عليها معلومات وبرضه يبعثها للروتر مثلا البعدي حتى تصل للديستنيشن. فعمليه انه عمليه ديكابسوليشن، يضيف عليها داتا وبعدين ببعثها عمليه التوجيه حتى يشوف من اي انترفيس دخل الى اي انترفيس راح يطلع، لانه بالعاده الروتر بيكون واصل على اكثر خلينا من شبكه. هذا بنسميه انترفيس 1، انترفيس 2، انترفيس 3. ممكن الداتا دخلت من انترفيس 1 بعد عملية التوجيه من خلال الروتينج تيبل اللي بيبناها الروتينج ألغوريثمز، وهاي دائما وأبدا up to date. إذا كانت المعلومة موجودة، إذا حتى تصل إلى destination لازم تطلع، أنت دخلت من بوابة رقم 1 أو الانترفيس رقم 1، لازم تطلع من بوابة رقم 3 حتى تصل مثلا لروتر آخر. نفس العملية بتصير في الروتر الثاني الثالث حتى تصل إلى destination. إذا بتلاحظ أنه في عندي روتينج تيبل موجود ب السورس، وروتينج تيبل موجود بالانترميديت ديفايسز اللي هم الروترز، مش السويتشز، الروترز، حتى تصل الى الديستنيشن. برضه الديستنيشن بتاكد انه هاي رساله الي، او الرساله من خلال الاي بي انه هاي رساله موجهه الي حتى اعملها اكسبت، او الرساله مش الي بيعمل لها ديسكارد. اذا في عندي اكثر من لايرز، هاي اللايرز كل لاير بيخدم اللاير الاخر حتى تصل الرساله الى الديستنيشن. طبعا ما في عمليه اوفرلاب بالفانكشناليتيز، يعني ما في نفس العمليه بيكون فيها لاير 2 اللي هو لاير 3 بيكون فيها، او العكس. اللاير 2 في له سيرفيسز بيكون فيها، وايضا لاير 3 عنده سيرفيسز بيكون فيها، بيكملوا بعض حتى يوصلوا هاي الرساله الى الديستنيشن. طبعا بهذا اللاير، لاير 3 الكوميونيكيشن، طبيعه الكوميونيكيشن واللي هي طبعا نحكي مثلا بالانترنت، الانترنت هي كونكشنلس، والمقصود بالكونكشن انا عندي تو سيرفيسز، يا اما كونكشن او كونكشنلس. والمقصود بالكونكشن سيرفيس او الكونكشن اورينتد سيرفيس او الكونكشنلس، الكونكشن انه يكون في عندي استابليش كونكشن في البدايه،
بعدين نقل الداتا وبعدين ريليز لهذا الاتصال او هذا الخط المحجوز ما بين السندر والريسيفر، هذا بنسميه كونكشن. النوع الاخر اللي هو كونكشنلس، فالكونكشنلس طبيعه هذا الاتصال ما في عندي الفيز الاول اللي هو الاستابليش كونكشن ولا الفيز الاخير اللي هو الريليز لاين، ببعث بشكل مباشر. عشان هيك الداتا راح تكون عندي على شكل حزم، هاي حزم مستقله راح يكون فيها عناوين، يعني بمعنى اخر مغلفات، وعلى كل مغلف او على كل حزمه على كل باكيت راح يكون في عندي هيدر، هذا الهيدر بيكون عليه موجود عنوان المرسل والمرسل اليه. ممكن هاي المغلفات تسلك نفس الطريق حتى تصل للديستنيشن، وممكن كل مغلف يسلك طريق مختلف عن الاخر حتى يصل الى الديستنيشن. طبعا بالنسبه للانترنت بروتوكول بيستخدم الديتاغرام اللي هو الكونكشنلس، طبيعه الاتصال بتكون عندي كونكشنلس، وكلمه كونكشنلس ممكن نلخصها بكلمه واحده اللي هو بس، نحكي بيست ايفورت فور ديليفر، انا بحاول اوصل لك، بحاول اوصل لك هاي الرساله، ولكن ما في عندي جارانتي انه الرساله تصل للجهه المقابل. طب اذا صار عندي مشاكل، ضاعت الرساله او صار عندي اي مشكله على سبيل المثال، في other protocols هي بتساعد انه تكمل النقص الموجود عندك في هذا البروتوكول من ناحيه مانجمنت، من ناحيه اخطاء على سبيل المثال، في يعني اذا ضاع الباكيت او الباكيت دامج او انعمل له ديسكارد، راح تنبعث رساله للسورس انه هاي الرساله ما وصلت للديستنيشن. other protocols ممكن تساعدني وتعوض النقص الموجود عندي في الاي بي بروتوكول. نشوف مكان الاي بي بروتوكول على TCP/IP موديل. عندي الفيزيكال لاير والداتا لينك لاير والنتورك لاير والترانسبورت لاير والابلكيشن لاير، هو موجود بالنتورك لاير. اذا بنلاحظ بهاي البروتوكولات، هاي بعض اشهر البروتوكولات المستخدمه، مثل الابلكيشن لاير ممكن سمبل ميل ترانسفير بروتوكول، فايل ترانسفير بروتوكول، تريجل فايل ترانسفير بروتوكول، الدي ان اس، الاس ان ام بي، سمبل نتورك مانجمنت بروتوكول الى اخره. هاي كلها بروتوكولات موجوده عندي على اعلى لاير اللي هو الابلكيشن لاير. باللاير اللي تحتيه اللي هو عندي الترانسبورت لاير، اشهر تو بروتوكولز اللي هو تي سي بي واليو دي بي، راح نخوض بالتفصيل. كل واحد فيهم له صفات مختلفه عن الاخر، وظهر عندي بروتوكول جديد وهو دمج ما بين التي سي بي واليو دي بي، اخذ حسنات التي سي بي وحسنات اليو دي بي، دمجها مع بعض حتى يعمل ادابتنج ل نيو تكنولوجيز الموجوده ونيو ابلكيشنز الموجوده، مخصوصا بالريال تايم ابلكيشن. يهمنا النتورك لاير، مثال على النتورك لاير، اهم بروتوكول موجود عندي بالنتورك لاير اللي هو اي بي بروتوكول. طبعا في عندي اذر بروتوكولز مثل الارب والريفرس ارب، ادرس ريزوليوشن بروتوكول والريفرس ادرس ريزوليوشن بروتوكول، وفي عندي الاي جي ام بي والاي سي ام بي. زي ما حكينا قبل شويه، في حاله المشاكل نقص الموجوده في الاي بي فيرجن 4 انه ما بيبلغ برسائل خطا، اذا ممكن يعمل ديسكارد للباكيت وذات، ما بيبلغ الاي بي السورس انه هاي الرساله تم اتلافها، نعملها ديسكارد، بيجي البروتوكول الاخر اللي هو الاي سي ام بي، راح نشوف انه راح يعطيك هو رساله الايرور، راح يبعث رساله راجعه الى السورس ويخبر السورس انه ما تم توصيل هاي الرساله، ممكن تعملها ري ترانسميشن حتى تصل للديستنيشن. طبعا كل هاي البروتوكولات او كل هاي اللي نحكي الابلكيشنز اللي بتعتمد على هاي البروتوكولات، بالنهايه كلها من هذا اللاير ان اب كلها تغلف في هذا البروتوكول. يعني اذا استخدمت بدك صفحت الانترنت او رفعت او عملت داونلود او ابلود لملف معين، انت ممكن تستخدم هذا البروتوكول. هذا البروتوكول ممكن تستخدم التي سي بي لانه ريلايبل على سبيل المثال، هذا التي سي بي راح يعتمد على هذا المغلف بالنهايه اللي هو باللون الاصفر اللي هو الاي بي. حتى تصل هاي الداتا الى الديستنيشن انت بدك بروتوكول يوصل لك اياها، هذا البروتوكول هو اللي بوصل لك اياها للديستنيشن. حتى الادرس ريزوليوشن والريفرس ادرس والاي سي ام بي برضه هم يغلفوا بهذا البروتوكول حتى تصل رسالتهم او الداتا تاعتهم الى الجهه المقابله للديستنيشن. طبعا تحت هذا الداتا لينك لاير والفيزيكال لاير حسب التكنولوجي اللي انت بتستخدمها، انت بتكون داخل لان او وان، اذا كنت لان راح تستخدم تكنولوجيا مختلفه عن الوان. يعني الاندر الاي بي، خلينا نحكي الانترنت بروتوكول الموجود بالنتورك لاير، ممكن تستخدم بلوتوث، ممكن تستخدم واي فاي، ممكن تستخدم التكنولوجي اي تي ام اللي ممكن توصلك لمسافات بعيده،
اذا بتستخدم الوان. بس يا ريت ننتبه انهم كل من لاير 3 كل البروتوكولات الموجوده عندي هي بتستخدم هذا المغلف بالنهايه حتى تصل على سبيل المثال حتى تصل للديستنيشن. اذا المغلف اللي بيطلع عندي بالنهايه المغلف الموجود عندي راح يطلع بالنهايه راح يطلع عندي من هذا المكان اللي هو الباكيت راح يستخدم البروتوكول اللي هو الاي بي البروتوكول. اذا الحزمه اللي راح تطلع عندي من لاير 3 راح يكون عندي اللي هو الانترنت البروتوكول بصفاته اللي هي اللي حكينا الكونكشن ليس. طبيعته كونكشن ليس يعني ما في عندي استابليش كونكشن، ما في عندي جارانتي انه الرساله راح تصل للديستنيشن. طبعا اقرب مثال او مثال بيعكس عمل الاي بي اللي هو ساعي البريد. وظيفة ساعي البريد انه يوصل لك رسالة، ولكن ما في جارانتي انه تصل هاي الرسالة. ممكن يصير مع ساعي البريد حادث لا سمح الله ما بتصل رسالتك اللي حاملها ساعي البريد للديستنيشن. بس وظيفته الأساسية هو يسعى دائما هو أبدا انه يوصل هاي الرسالة للجهة المقابلة. الفورمات للباكت او داتاجرام فورمات في عندي جزئين. الجزء الأول يحتوي على الهيدر الباكت يحتوي على جزئين. الجزء الأول اللي هو عندي الهيدر والجزء الآخر اللي هو البيلود أو الداتا. حجم اللي راح يكون عندي حجم هذا الباكت يتراوح ما بين أقل إشي اللي هو عندي 20 إلى أعلى إشي 65536 حرف. أقل إشي 20 حرف وأعلى إشي 65536 حرف. إذا بنلاحظ إنه الهيدر حجمه متغير يتراوح ما بين 20 إلى 60 حرف، من 20 إلى 60 حرف. الداتا حسب الداتا الموجودة من الأبر لاير البيلود اللي عندي معك من خلينا نحكي زي ما حكينا من 20 الحجم الكامل لهذا الباكيت من 20 ل 65563. الان لو اخذنا الهيدر فقط لوحده تقسيم هاي الهيدر في عندي معلومات كثيره بخبرني لما اضيف بخبرني عن محتوى خلينا نحكي الداتا وعمليات كثيره تضاف على الداتا بتكون موجوده عندي على الهيدر. بس يا ريت ننتبه بالاي بي فيرجن 4 الهيدر عندي مش ثابت مش دائما ابدا 20 هو متغير ما بين 20 إلى 60 حرف. من 20 إلى 60 حرف. أقل إشي لازم يكون عندي 20 وأعلى إشي راح يكون عندي 60 حرف. فالهيدر بالآي بي فيرجن 4 هو متغير. طبعاً في عندي المعلومات المثال على المعلومات. أول إشي بدنا نأخذ اللي هو طبعاً هذا الجزء مقسم إلى 32 بت. يعني كل سطر موجود عندي من هاي السطور يمثل 32 بت. كل سطر، السطر الأول، السطر الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، حتى عندي الأوبشن. الأوبشنز هي اللي بتزيد إنه يكون عندك البيس هيدر 20 أو إذا كان في عندي أوبشنز راح يزيد البيس هيدر راح يكون عندي متغير. ممكن يزيد عن 20 الـ up to 60. أول 4 bits هم بيمثلوا لي الفيرجن للآي بي. فعندي إذا كان الآي بي فيرجن 4 فهي القيمة في البداية راح تكون الفور بيتس 100 أول 4 بيت 1 2 3 4 راح تمثل الفيرجن اللي أنت بتستخدم. 4 بيتس إذا راح يكون عندي 0100 اللي هو القيمة أو النسخة اللي أنت بتستخدمها. اللي بعدي يا ريت ننتبه اللي هو الهيدر لينكس. وعندي الهيدر لينكس 4 بيتس. الهيدر لينكس عندي 4 بت. طبعا هو القيمة الموجودة في بت ولكن هي بالبايت البايت وورد. بمعنى ممكن يكون عندك طبعا حكينا من 20 إلى 60. إذا كان ما عندي options يا ريت ننتبه إذا ما عندي options فبكون حجم الهيدر عندي 20. إذا ما كان عندي options ما عندي extra options على الهيدر فبكون عندي البيز اللي هو 5 راح يكون سوري راح يكون عندي 20 بايت.
القيمة الموجودة عندي في الفور بيت راح تكون عندك 5 ضرب 4 لأنه 4 بيت، 5 ضرب 4 راح يكون عندك ايش؟ 20. الآن إذا كان في عندي أوبشن راح يزيد الحجم هذا الفيلد، راح تكون الفاليو الموجود عندي 15 ضرب 4 راح يكون عندي ايش؟ 60. إذا كان عندي أوبشنز، إذا كان راح تشوفها، إذا كان في عندي أوبشنز فحجم الهيدر راح يتغير. الثمانية بيتس اللي بعديها إذا بنلاحظ اللي هي السيرفيسز. وطبعا السيرفيسز ننتبه لها، في عندي سيرفيس تايب وديفرنشيتد سيرفيس. القديم اللي هو السيرفيس تايب، والحديث نستخدم اللي هو الديفرنشيشن أو ديفرنشيتد سيرفيس. بالنسبة للسيرفيس تايب بستخدم فيها جزئين، الجزء الأول من السيرفيس تايب اللي هو إلى جهة اليسار بكون عندي محجوز 3 بيتس. طبعا 3 بيتس الموجودة عندي هذول بريسيدنس 000 إلى 111. في عندي 8 احتمالات بنسميها للبريسيدنس، والمقصود بالبريسيدنس الموجود عندي من 000 إلى 111 اللي هو 7. إيش بتفيدني؟ بتفيدني في إشي اسمه بريوريتي. بتفيدني في البريوريتي. بريوريتي لهذا الباكيت. البريوريتي لهذا الباكيت. الباكيت التابع لأبليكيشن معين. في بعض الأبليكيشن تتحمل يكون في عندي مثلاً البريوريتي تكون أقل التعامل مع هذا الباكيت، وفي عندي أبليكيشن لا بدها تعطي بريوريتي عالي جداً للتعامل مع هذا الباكيت. حسب، لأنه في عندي intermediate devices. الآن لما تنتقل من رسالة من جهاز إلى جهاز إلى جهاز حتى تصل الديستنيشن راح يمر هذا الباكيت في أكثر من ديفايس حتى تصل الديستنيشن. ممكن على سبيل المثال الروتر يكون عنده لود عالي جدا، ما فيش عنده resources enough، ممكن يعمل discard على سبيل المثال لهذا الباكيت. على أي أساس ممكن يفاضل في عملية أنه ما يتعامل مع هذا الباكيت؟ من خلال اللي هو البريوريتي، اذا كان عنده بريوريتي اقل او بريوريتي اعلى. طبعا كل ما زاد الرقم بيكون البريوريتي اعلى. طبعا وين بتصير هاي العمليه؟ في حاله تكون في عندك كونجستشنز، والمقصود بالكونجستشنز احتقان بالشبكه، وانه ما بيقدر تجاوز الليمت تاعه، ما بيقدر يتعامل مع داتا او باكيت توصل له اكثر من هيك. الان بده يعمل عمليه اللي هو ديسكارد. طبعا اللي عنده رقم أقل زي ما حكينا في عندي 3 bits، اللي له رقم أقل من 00 من 0 إلى 7، اللي عنده رقم أقل بيقدر له الأولوية الروتر إنه يعمل له إيش؟ discard. أعلى رقم بيكون آخر خيار بالنسبة له. في عندي flags اللي هو D اللي بعديها والT والR C، طبعا هاي البيت الأخيرة غير مستخدمة. عندي D والمقصود فيها المينيمم delay. دي الفلاج الأولى إنها تكون 0 أو 1، كل فلاج من الموجودة عندي راح تكون عندي يا قيمتها يا 0 يا 1. فإذا كان عندي مثلا أول خيار اللي هو 0، أنت بتحكي إنه يا 0 يا 1، إنه يكون الديلي عالي أو الديلي بيكون عندي قليل، برضو حسب الداتا أو الأبليكيشن اللي أنت تستخدمه. فأنت في بعض الأبليكيشن بده يكون عندي الديلي أقل ما يكون، مينيمم أو مينيمايز للديلي، فبكون الرقم عندي هذا 1 على سبيل المثال اللي هو يمثل الدي. التي اللي هو ماكسيمم ثروبوت، الدي ماكسيمم ثروبوت. فإذا كان رقمها 1 رقمها 1 فيو نيد تو ماكسيمايز ذا ثروبوت. إذا كان رقمها 1 يو نيد تو ماكسيمايز ذا ثروبوت. الار ماكسيمايز الريلايبيليتي، السي اللي هو الكوست، اخر شيء السي اللي هو عندي الكوست. فحسب الرقم الموجود ممكن يكون عندي 0 0 0 0، ممكن يكون عندي 1 1 1، ممكن يكون 1 0 0 1 الى اخره. وكل قيمه من هذول بتعني شيء حسب اللي فلاج، اذا كان 0 او 1 زي ما حكينا. اذا كان 1 بالنسبه للدي لازم يو هاف تو مينيمايز ذا ديلي. التي اذا كانت 0 إذا مش مهم بالنسبة إلي الثروبوت. الآر اللي هو الريلايبيليتي، والسي اللي هو عندي بيمثل الكوست.
طبعا زي ما حكينا كل واحد من هذول حسب طبيعه الابلكيشن، مثلا تي او اس اللي هو دي تي ار سي، تي او اس بيتس، الديلي، الثروبوت، والريلايبيليتي والكوست. اذا بتلاحظ مثلا حسب الديسكربشن اذا كان 000، اذا كان هذول 0 الفلاش 000، انت بتحكي عن نحكي عن السيرفيس للباكت هذا يكون نورمال. اذا كان 001 انت حطيت الفلاج للكوست، مينيمايز ذا كوست. 0010 اذا كلهم 0 والفلاج اللي هو تاع الار بيمثل لي ماكسمايز ريلايبيليتي او ماكسمايز ذا ثروبوت. او اذا كان 1000 هذا الفلاجز الاول كان واحد والبقيه 0، انت بتحكي عن مينيمايز للديلي. اذا هاي الفلاجز تعطيني معنى، هاي المعنى حسب طبيعه الترافيك اللي انا بستخدمه، لانه كل ترافيك اذا بتلاحظ في هذا التيبل طبيعه الترافيك هي اللي بتحدد ايش استخدم. الاي سي ام بي، البي او تي بي مثلا نورمال، الان ام تي بي لا بدي مينيمايز للكوست، الاي جي، الاس ان ام بي ماكسمايز للريلايبيليتي لانه سمبل نتورك مانجمنت بروتوكول الداتا هي كنترول داتا، فانا بدي تكون الريلايبيليتي عاليه. التلنت على سبيل المثال بدي يكون الديلي لانه انتر اكتف، تعمل تلنت لجهاز فبدي يكون الديلي اقل ما يكون. فايل ترانسفير بتكون انا في عندي داتا وفي عندي كنترول. ولاحظ بالنسبه للداتا لاني انا بنقل حجم داتا كبير فانا بدي ثروبوت، فالفلاج لازم يكون للتي اللي هو عندي ايش؟ واحد. للكنترول، للكنترول ما بيهمني الداتا، ما بيهمني الثروبوت، بيهمني الديلي، لانه طبيعه النقل بالنسبه لهذا البروتوكول في عندي تو بورتس، تو تايبس اوف داتا، يا اما تكون عندي سوري لا نحكي عن الاف تي بي، الاف تي بي في عندي كنترول داتا وفي عندي الداتا نفسها. بالنسبه لنقل الداتا الفعليه انا بحاجه الى ثروبوت، والكنترول اللي بيساعدني لنقل هاي الداتا بدي يكون عندي ايش؟ الديلي اقل ما يكون، فبكون عندي الفلاج 1000 اللي بتمثل التي او اس بيتس الفور بيتس. في فايل ترانسفير بروتوكول انا بدي الديلي اقل ما يكون ايضا. سمبل ميل ترانسفير بروتوكول في عندي الكوماند والداتا، عندي الديلي والثروبوت. الدي ان اس بستخدم عندي تو بروتوكول يو دي بي والتي سي بي في حاله الكويري، انا بدي مينيمايز ديلي والتي سي بي يكون عندي نورمال. الدي ان اس بالنسبه للزون انا بدي ماكسمايز ثروبوت في حاله انهم يعملوا اكستشينج للداتا، انهم بدهم الداتا الموجوده عندي في هذا السيرفر بدي اعملها اكستشينج مع سيرفر اخر، اللي بيعرفه يعطيني اياه واللي انا بعرفه ابعث له اياه، فبكون عندي نقل فعلي للداتا، فانا بدي ماكسمايز للثروبوت. اذا لاحظ انه حسب طبيعه الداتا، حسب طبيعه الابلكيشنز، حسب طبيعه البروتوكول هي اللي بتحدد قيم هاي الفلاجز، تحدد قيمه الدي الديلي، قيمه التي للثروبوت، وقيمه الار الريلايبيليتي، وقيمه السي اللي هو عندي الكوست. بالنسبه للديفرنشيتد سيرفيسز يا ريت تنتبه لها، انا في عندي 6 بيتس مستخدمه و2 بيتس غير مستخدمه. بالنسبه لل6 بيتس المستخدمه اذا كانت ذا خلينا نحكي 3 رايت موست، اذا كانت هذول 3 رايت موست سوري 3 بيتس رايت موست بيت اذا كانوا زيروز، اذا كان عندي هذول دائما اذا كانوا زيرو، في حاله اذا كانوا زيروز انا بعتمد على الثلاث بيت المتبقيات اللي هم الليفت بيتس. في عندي ايش؟ الثلاثه بيتس المتبقيات. وفي هاي الحاله اذا كان الرايت موست زيروز انا بدي اشوف الثلاثه بيتس المتبقيات اللي هم الى جهه اليسار، أنا راح أترجمهم بنفس الترجمة اللي ترجمتها سابقاً في الاسم السابق اللي هو السيرفيس تايب، وأنا بحكي فيه اللي هو البريزيدنس، والمقصود فيها البريوريتي لما حكينا من 000 إلى 111، من 0 إلى 7 لحالة الكونجستشنز. إذا صار عندي كونجستشنز أنا بدي أعمل ديسكارد، بس إذا كان إذا في عملية الديسكارد مش كل الباكت يتعاملوا بنفس المعاملة، لأنه في عندي باكت مهم وفي باكت أهم من هذا الباكت الحالي، فعندي أولوية حتى في عملية الديسكارد. إذا كانوا هاي القيم الموجودة إلى جهة
اليمين كلها زيروز، انا بتعامل مع هاي القيمه الموجوده عندي في الديفرنشيتد سيرفيس از ذا اولد وان اللي هو السيرفيس تايب. طيب اذا ما كانت، خلينا نحكي اذا ما كان الرايت موست اللي هي ايش زيروز، كم بت موجود عندي؟ اذا بنلاحظ انا موجود عندي 6 بت، 1 2 3 4 5 6. ف 6 بت هذول من 0 0 0 0 0 0 الى 1 1 1 1 1 1، انا عندي تقريبا 64 سيرفيس، 64 سيرفيس. طبعا هاي ال 64 سيرفيس مقسمه الى مجموعه حسب الكاتيجوري، حسب القيم الموجوده عندي. السيرفيسز الموجوده عندي راح يكون لها بيزد اون، خلينا نحكي البريوريتي اساينمنت باي ايش، باي الانترنت او باي اللوكال، باي اللوكال اثوريتيز. طبعا حسب اذا بتلاحظ هذا التيبل، وطبعا الاخيره الكاتيجوري الاخيره اللي هي اكسبيرمنتال، ما بتستخدم في اكثر شيء اذا كان انترنت او لوكال. يا ريت نكتب، احنا حكينا ست خانات، حكينا ست خانات، وست خانات اذا حكينا من 0 الى 63، ست خانات 0 0 0 0 0 0 ست خانات. ولكن اذا ثبتت هاي الخانه، اذا ثبتت هاي الخانه 0، اذا عندي هذا الرينج راح استخدم من 0 0 0 0 0 0 الى 0 0 او سوري الى 1 1 1 1 1 0. اذا انت ثبت اول خانه، المقصود راح اخذ كل الارقام الزوجيه من 0 الى 63، هاي راح تكون عندي للانترنت. كل الارقام الزوجيه راح تكون من 0 ل 63، راح تكون هاي الارقام الكود بوينت محجوزه للانترنت. بقيه الارقام الفرديه اذا بتلاحظ، لانه هذا رقم فردي، هذا الرقم فردي، بقيه الارقام الفرديه راح تكون موزعه ما بين اللوكال وما بين التمبرري اور اكسبيرمنتال. اذا بنلاحظ بهاي الارقام الفرديه، فممكن اخذ الثلاثه والسبعه وال11 وال15 الى 63 اللي هو اللوكال اثوريتي، والارقام اللي بعديها اللي هي خلينا نحكي 159 الى 61 اللي هي للاكسبيرمنتال. طبعا انا ما بقدر احط هاي الارقام بالكود بوينت، ما بقدر احط الارقام ان احجز فقط ثلاث خانات وثلاث خانات غير مستخدمه، حتى تكون عندي عمليه كومباتبل مع الاولد، خلينا نحكي مع البريفيوس الكود الموجود عندي اللي هو السيرفيس تايب. اذا حجزتهم بس بجهه واحده ما بيكون كومباتبل مع السيرفيس تايب، فانا وزعتهم على هذا الرينج من 0 الى 63. في عندنا فيلد اخر، اذا هذا بالنسبه للسيرفيس اذا كان 8 بيتس في حاله السيرفيس تايب وفي حاله الديفرنشيتد سيرفيس. المعلومه اللي بعديها بالهيدر اللي هو التوتال لينك، والتوتال لينك راح يعطيني التوتال كامل لهذا الباكت انكلودد اللي هو الهيدر. بس لا تنسى انه انا في عندي معلومه ثانيه اللي هي الهيدر لينك، وعندي التوتال لينك، فانا بقدر اطلع من ضمنها اللي هو الداتا. اذا كمان مره، الهيدر معروف معطى الي، والتوتال معطى الي، فاذا بنقص التوتال او من التوتال الهيدر فبصفى عندي ايش؟ الداتا. اذا اللينك اوف داتا، انا بدي البيلود فقط، البيلود راح يكون قيمه البيلود تساوي توتال لينك موجود عندي، اللينك كامل موجود عندي، وعندي ايضا اللي هو اللينك للهيدر. اذا بنقص من التوتال لينك الهيدر راح يصفى عندي اللي هو بقيه الداتا اللي هو لينك اوف داتا. التوتال لينك بنلاحظ بالصوره أنا عندي 65536. إذا كان البيز هيدر بدي أنقص منه 20 حرف، أنقص منه 20 حرف. طبعاً الأرقام هاي إذا بتلاحظ أنا عندي 16 بت. التوتال لينك عندي 2 للقوة 16 تعطيني الماكسيموم، طبعاً ناقص 1، 2 للقوة 16 ناقص 1 بالبايت، راح أنقص منه يا إما 20 أو 60. إذا كان عندي ما في عندي أوبشن فبكون هذا الرقم ناقص 20،
واذا كان عندي اوبشنز هذا الرقم بكون عندي ايش ناقص 60 بناء على ايش؟ على هاي المعلومه الموجوده عندي اللي هي الهيدر لينك. اذا التوتال لينك، التوتال لينك وانا بعرف انه عندي هذا اللينك للداتا، في عندي الهيدر اذا كان المحل في عمليه الانكابسوليشن، للفريم الفريم في عندي هيدر والتريلر، في عندي مينيمم وماكسيمم. اذا تذكروا حسبنا المينيمم بالايثرنت فريم اللي هو 46 حرف، 46 حرف، واكبر شيء عندي 1500 حرف. هذا بالنسبه للباكيت اللي هو البيلود اللي جاني من الاعلى، راح تضيف عليها الهيدر والتريلر حتى تشوف برضه المينيمم سايز بالايثرنت. نحكي فقط عن تكنولوجيا واحده، مش كل التكنولوجيا لها نفس الحجم، اذا مش كل التكنولوجيا لها نفس حجم الفريم. احنا بنحكي عن فقط عن الايثرنت، المينيمم باكيت، الباكيت 46 واعلى شيء 1500. اذا بتضيف عليهم الهيدر والتريلر للفريم، الان مش الباكيت، الفريم بصير عندي 64 اقل شيء و1518 اعلى شيء بعد اضافه الهيدر والتريلر. اذا كانت الداتا، نحكي عن الباكيت، اذا كانت الداتا اقل من 46 حرف راح نضيف شيء اسمه بادنج. البادنج اللي بضيف انا ايش؟ زيرو، حتى اصل للمينيمم، حتى اصل للمينيمم بغلف بالفريم بضيف عليه الهيدر والتريلر. اذا هاي عمليه او نحسب فيها اللينك. مرة ثانية ممكن حدا يسأل يحكي طيب ليش أنا عندي، أنا بعرف الداتا الموجودة عندي، ليش في عندي total length وheader length؟ إذا في حالة أو بعض الحالات، في حالة إني يكون عندي إضافة اللي هي zeros بدي أعرف الداتا الفعلية قديش أنا موجود أو في عندي داتا حتى استخلص هاي الداتا من هذا المغلف. Identification، بدنا نرجع بس ل في عندي الايدنتيفيكيشن، الايدنتيفيكيشن برضه في عندي 16 بيتس. كل جهاز، كل جهاز عليه اي بي ادرس، وكل باكيت بيطلع من عندي عليه رقم، كل باكيت راح يطلع عليه رقم. هذا الرقم يعني الاي بي بلس، او اذا بتعمل الكونكاتينيشن مع الايدنتيفيكيشن، كل باكيت راح يطلع من الجهاز راح يكون يونيك مع رقم، هذا الرقم ما راح يتكرر. اللي هو اذا الاي بي لهذا الجهاز وهذا الجهاز له فقط اي بي ادرس واحد، خلينا على سبيل المثال له فقط من الانترفيس اي بي ادرس واحد، وكل باكيت راح يطلع عندي له رقم، وهذا الرقم بنسميه ايش؟ الايدنتيفيكيشن. فكل باكيت راح يكون رقم مميز مش راح يتكرر، هذا الرقم هذا الباكيت مش راح يتكرر. عندي فلاج، وراح نشوف الفلاج بهذا السؤال او بهذا المثال. وفي عندي عملية الفراجمنتيشن اوفست اللي هو بتكون عندي لا ننسى فقط من 13 بيت. الفلاج، الفلاج الموجود راح يعطيني، راح نشوفه كمان شوي، انه اعمل فراجمنت او ما اعمل فراجمنتيشن، اعمل فراجمنت او ما يصير في عندي عملية فراجمنتيشن، وراح ناخذ مثال عليها. برضو عندي من المعلومات الموجودة بالهيدر اللي هو البروتوكول، والمقصود بالبروتوكول بدي اعرف البيلود الموجود عندي هون، ايش طبيعه الداتا الموجوده فيه، اي بروتوكول بستخدم. برضه في عندي رقم، اذا بنلاحظ انه في عندي 8 بيت، في عندي مجموعه من الارقام. من خلال هاي الارقام، لانه حكيت لك كل شيء يغلف بالاخير في مغلف الاي بي، الانترنت بروتوكول، سواء كان روتينج بروتوكول، سواء كان يو دي بي، تي سي بي، الاس سي تي بي اللي بيستخدمه اعلى منه الابلكيشن لاير، يعني اذا كان ايميل ولا نحكي معلومات او اف تي بي ترفع ابلود ملف او داونلود لملف معين، انت بتستخدم هاي احد هاي البروتوكولات، وهاي البروتوكولات تستخدم بالنهايه هذا المغلف. طيب بدي اعرف من خلال قيمه معينه بدون ما اقرا الداتا، في عندي 8 بيتس من خلال هاي الارقام، لكل بروتوكول له رقم، بقدر اعرف البيلود الموجود عندي على ايش يحتوي هذا المغلف. على سبيل المثال اذا كانت القيمه 8 بت يعني واحد، انت قاعد تستخدم او الداتا اللي معك هي اي سي ام بي، داتا تاب على البروتوكول اللي هو الاي سي ام بي. اذا كان ال 8 بت تمثل او قيمتها 2 ديسمال، انت الداتا او الحموله الموجوده معك او البيلود هي الاي جي ام بي.
اذا كان رقمها 6 تي سي بي، اذا كان 17 يو دي بي، اذا كان 89 او اس بي اف. في عندي ارقام كثيره بتحكي او بتخبر من خلال الهيدر، من غير ما تفتح الداتا وتشوفها وتشوف تفاصيلها، انت من خلال هذا الليبل، من خلال هذا الرقم تقدر تعرف ايش حموله هذا الباكيت، ايش الداتا الموجوده في البيلود. بعض الامثله معلش على الارقام الموجوده عندي الموجوده بالهيدر. لو اخذنا امثله، لو كان في عندك رقم بيمثل الفيرجن، الهيدر لينك، السيرفيس توتال لينك على سبيل المثال، هاي الارقام طبعا راح اعيد شويه واعطي مثال على الفلاج والفراجمنتيشن. بس قبل هيك في عندي كمان شيء اسمه تايم تو ليف. التايم تو ليف في عندي رقم، وهذا الرقم اللي هو عندي 8 بت، اذا عندي من 0 الى 255 هذا الرقم. ولكل باكيت له عمر، طبعا يحسب باكثر من طريقه، بدي اشوف انه حتى يصل الديستنيشن قديش بده وقت. واخر شيء من احد الابلكيشنز اللي صارت على هذا الثمانية بت او على هاي المعلومه على هذا الليبل اللي هو تايم تو ليف، انه كل ما يقفز، كل ما يدخل على روتر بتنقص من هاي القيمه واحد، تنقص من القيمه الموجوده عندي واحد. طبعا الانيشال فاليو لهاي القيمه بتعتمد على الاوبريتنج سيستم اللي انت بتشتغل عليه. فاذا كان جهاز بيشتغل على ويندوز راح يكون عندي قيمه مختلفه عن جهاز بيستخدم مثلا لينكس، لانه في البدايه منشا هاي الداتا من جهاز كمبيوتر. ف حسب الاوبريتنج سيستم بيعطي لها ايش ديفولت فاليو، وممكن تغير عليها في ديفولت فاليو، ولكن اذا بدك ابلكيشن يغيرها على القيمه الموجوده بدك اياها قيمه محدده، نعم تقدر تغير على هاي القيمه. فانت على سبيل المثال اذا بدك انه على انه بده 13 قفزه، يعني 13 روتر حتى يصل الديستنيشن، ممكن تخلي هاي القيمه 13. بعد ذلك حتى لما وصل الديستنيشن انتهى عمر هذا الباكيت، ما راح يكون موجود، راح ينتهي هذا الباكيت، مش راح يكون موجود عندي على الشبكه. لانه في عندي مشاكل كثير اذا بخليها اوبن انه دائما وابدا هذا الباكيت موجود، راح الشبكه كلها تغرق. لانه في بعض الاحيان انه الباكيت ما بيقدر يصل للديستنيشن، طب وين بده يروح؟ يظل موجود عايش موجود في الشبكه. وقس على ملايين الملايين من الاجهزه، راح يكون عندي ملايين الملايين من الباكيتس بتعوم ومش واصل ايش الديستنيشن. عشان هيك لكل باكيت بيطلع من عندك له عمر، اذا تجاوز هذا العمر راح ينعمل له ايش ديستارت او فانش، انه ما يكونش موجود انيمور. في بعض الاحيان فور سكيورتي انه بعض البروتوكولات ممنوع تطلع الداتا تاعها خارج الشبكه، فانا بقدر افترض القيمه الاوليه لهذا تايم تو ليف بقدر اعطيه فقط قيمه واحده اللي هو الانيشال فاليو او ديفولت فاليو حسب البروتوكول الموجود عندي، قيمته واحد. شو يعني؟ انت طول ما انت داخل الشبكه عايش، اذا رحت للجيت واي الروتر شو بيسوي؟ بينقص من هاي القيمه واحد، اذا صارت صفر، اذا فانش، مش راح يطلع خارج الشبكه دائما وابدا، راح تظل المعلومه عندي لوكالي، مش راح تطلع خارج الشبكه. اذا في عندي قيمه، هاي القيمه لها ديفولت فاليو حسب الاوبريتنج سيستم، حسب الاوبريتنج سيستم اللي بتشتغل عليه او بيشتغل عليه هذا الجهاز. قابل للتعديل؟ نعم، within the range اللي هو من 0 ل 255 انت بتقدر تعطي قيمه محدده وتقدر تعدل على الديفولت فاليو. في بعض الاحيان ممكن تحط هذا الرقم 2 3 الى اخره حسب النيدز الموجوده عندك على هذا الابلكيشن. ايضا في عندي معلومات اخرى اللي هي السورس، طبعا هيدر تشيك سام، اخذنا احنا التشيك سام اني انا بحول كل الداتا الى ارقام وبجمعها وبجمع هاي الى هاي القيمه. بالريسيفر لما تصل للديستنيشن برضه بعيد نفس العمليه وبعمل عمليه ماتشنج اذا كانت الداتا صحيحه او لا، بمعنى انا بشيك فقط على الهيدر، ما بشيك على البيلود، بشيك على الهيدر انه الداتا ما صار فيها تعديل. المعلومه اللي بعديها اللي هي السورس والديستنيشن، انا عندي اي بي، والاي بي زي ما حكينا هو 32 بت. السورس اللي هو عنواني انا، عنوان الجهاز اللي طلع منه الداتا، والديستنيشن العنوان اللي انا بدي اوصل له هاي الداتا. اخر شيء في عندي اللي هو الاوبشن. الاوبشن راح ناخذ في عندي مجموعه من الاوبشن، هاي الزياده اللي هي ادت انه يكون عندي حجم الهيدر متغير. بس قبل ذلك بدنا ناخذ امثله، بعدين امثله على الفراجمنتيشن وعمليه التقسيم، وليش انا اصلا بقسم الداتا وبعمل لها فراجمنتيشن. فاذا على سبيل المثال لو الاي بي فيرجن 4 باكيت ارايف لجهاز وكان عندي
بعض أمثلة بتوضح المعلومات اللي أخذناها قبل شوي في هذا الإكزامبل، أنه وصلت الداتا الموجودة عندي بهذا التسلسل 0110 والأربعة البت اللي بعديها اللي هو 0010. الريسيفر عمل ديسكارد لهذا الباكت. بدنا نعرف ليش عمل ديسكارد. أول أربعة بت، إذا بنرجع للفورمات، أول أربعة بت هذول 0100 هاي بيعطيني معلومة على أي فيرجن. نعم أربعة، إذا هاي صحيح ما عندي فيها مشكلة. 0100 إذا 4 ما عندي فيها مشكلة. الآن بدي أشوف النكست 4 بيتس. النكست 4 بيت اللي هو 0010 هاي ما بيعطيني معلومة صحيحة. إحنا بنعرف الهيدر من 20 إلى 60 حجم. الآن 2 هاي القيمة اللي بعرف عندي، 2 ضرب 4 8، وأقل شيء لازم يكون عندي إيش 20. The minimum number of bytes، عدد البايتس in the header لا لازم يكون عندي إيش 20، ظهر عندي إيش 8. إذا هذا الباكيت صار له عملية كوربتد أثناء عملية الإرسال، فبيعمله مباشر. لاحظ من أول 8 بت ما بيكمل، من أول 8 بت الجهاز